وصل الى نمو فرائض وصل له نعم باب فرائض المصلي وصل له قال في احكام المصلي او الغسل وفرائض المصلي ولو مسنولا ثلاثه اشياء على ما صححه الرافعي من عدم الاكتفاء بغسله عن الحدث والخبث وفرضان على ما صححه النووي في كتبه من الاكتفاء لهما بغسلة وهو المذهب. إذا الآن تبدأ عدد فرائض الغسل. الأول النية لحديث إنما الأعمال بالنيات فينوي رفع الجنابة أي رفع حكمها إن كان جنبا ورفع حدث الحيض إن كانت حائضا أو لطوطة كما في الروضة. وأصلها أو الغسل من الحيض كما قال ابن المقري. فلو نوى شخص رفع الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه أو نوى رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه صح في الغلط دون العمد كنظيره في الوضوء ذكر ذلك في المجموع. يعني برضه من تشددات الشافعية في أمر النية. النية محلها القلب. الآن يقول الشافعية لابد أن ينوي الجنب رفع إيه؟ رفع الجنابة إن كان جنبا ورفع الحيض إن كانت يشمله حائضا أو لطوطة. يعني إذا نوت المرأة الحائض رفع الحيض أو نوت إيش؟ حل الوطئ الثنتين يشملهن صحيحات. لكن ماذا يقول لو نوى شخص رفع الجنابة يعني امرأة نوت رفع الجنابة وهي ايش مالها؟ حائض او العكس نوت رفع الحيض وهي ايش؟ جنب او نوت رفع جنابة الجماع وجنابته بسبب ايش؟ احتلام او عكسه نوت رفع جنابة الاحتلام وجنابته ايه؟ جماع. قالوا الشافعية يصح في الغلط دون العمد يعني اذا خطأ قال ذلك أم يتعمد فلا يصح. وقضية تعليلهم أو عكسه عفوا وقضية تعليلهم والصحيح أنا تعبت جدا اليوم لأنه